حديقه تونسيه. احنا وقفنا على هذا الواقع، احنا ايضا مع السيد رئيس الجمهوريه اكد بالنسبه للطبيعه الفلاحيه والطبيعه الغابيه نتاع كل منطقه لابد ان يحافظ عليها، هناك خطوط حمراء، لكن هناك امكانيه للمزاوجه بين التسليه والسياحه وبين المناطق الغابيه هذه. احنا في اطار الوزاره نسعى اننا نحافظ على هذا المكان في طبيعته الغابيه من جهه، وكذلك الجانب التسليه نتاعو.